الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المتمين بشؤون زراعة الطماطم، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم عن ظاهرة من أسوأ الظواهر اللي بتقابلنا في زراعة الطماطم، وهي تساقط الأزهار. أصل تساقط أزهار يعني ما فيش عقد، يعني ما فيش ثمار، يعني ما فيش محصول باختصار شديد. فظاهرة بتؤرق يعني تفكير ناس كتير قوي، وخصوصا مزارعي الطماطم. بتحصل في محاصيل كتير، ولكنها في الطماطم لما بتيجي بتبقى مشكلة جامدة. أسباب المشكلة يا جماعة، أول حاجة فيها زيادة درجة الحرارة. يعني في الصيف دلوقتي لما درجة الحرارة بتزيد على النبات، فبتلاقي العقد بتاعنا ابتدى هي مش أصل في نوعين من السقوط. في شايف المنحنى دهون، في ساعات المنحنى دهون بتبص تلاقيه، أو العين دهون بتبص تلاقيه صفر وسقط، تمام. وفي ساعات بعد ديت ما بتطلع كده. تعال على الزهرة دي، شايف ايه في قلب الزهرة دي من جوه؟ دي طماطماية اهي، صغيرة اهي، سمرة اهي. ديت مش هتلاقيها، هتلاقي كل حاجة تمام، وهتلاقي ديت خضرة زي ما هي، مفيش مشكلة، وزي الورد. بس ديت هتلاقي مكانها نقطة سودة صغيرة خالص، نتيجة ايه؟ درجة الحرارة العالية. درجة الحرارة العالية عملت لنا مشكلة، ماشي. اما تساقط زهر، واما ان اساسا الثمرة مفيش، ما حصلش اصلا عقد. ليه؟ نتيجة درجة الحرارة العالية موتت لي حبوب اللقاح، موتت لي حبوب اللقاح، وبالتالي أصبحت عندي مشكلة في القطع. لأن حبوب اللقاح برضو لها حيوية معينة. لو الحيوية بتاعت حبوب اللقاح دهيا كانت قليلة أو تعرضت لظروف قاسية زي الحرارة المرتفعة، هتموت حبوب اللقاح، وبالتالي أصبحت عديمة الفائدة، وبالتالي الحيوية بتاعتها أصبحت زيرو، تمام. دي حاجة. الحاجة التانية، درجة الحرارة يا جماعة بتعمل لي ستريس أو عبء على النبات، فالنبات نفسه بيبقى محتار يعمل إيه، يكون نفسه تمام ولا يدور على أزهار. طبعا النبات بيتخلى عن الأزهار دهيت، وبتحصل لي اللي هي الإيه، اللون اللي هو الأصفر هنا، وبتسقط الأزهار بتاعتنا. ليه؟ النبات بيستهلك كمية عالية في العبء الحراري للتنفس، وإن هو يصد العبء الحراري دهوت بكمية عالية من الكربوهيدرات، فيجي ما يلاقيش كربوهيدرات النبات، تيجي الأزهار تعقد ما تلاقيش كربوهيدرات، وبالتالي بيؤدي في الآخر للسقوط بتاعها أو فشل. المهم اللي عايزين نوصل له، درجة الحرارة العالية بتعمل لنا مشاكل، ودرجة الحرارة المنخفضة برضه بتعمل لنا مشاكل. بس أنا عن نفسي لقيت حد 10 درجة مئوي صدقوني كويسة، يعني من 10 فيما فوق لحد 30 الدنيا معايا كويسة. في الشتاء أنا بتعرض هنا ل10، مش هقول لك يعني الدنيا، بتعرض ل10 رغم وجود الدفايات، بس بتعرض ل10، تمام. فال10 الحال ماشي معايا، ما فيش اي مشكله خالص. الانخفاض تحت ال10 بصراحه انا ما جربتهوش، ولكن في مراجع كتير بتقول ان اللي تحت ال10 بتحصل مشاكل برضو، وبتموت الازهار وما بتكملش للاخر، تمام. طيب القصة دي بقى نعمل لها ايه؟ نجيب صنف عقد حراري. عقد حراري يعني ايه؟ عقد حراري يعني صنف محطوط فيه صفة وراثية في الصنف ده هو تستطيع العقد تحت درجات الحرارة العالية، تمام. ده العقد الايه؟ العقد الحراري، تمام. والصنف ده هو ياريت حضرتك تكون متجرب قدامك. طبعا ما فيش في الصوب عقد حراري، في بره ما فيش اي مشكلة خالص، تمام. اللي عنده ما فيش مشكلة ابعتهولنا، نقدر نتعلم من بعض. اللي عنده صنف عقد حراري بيوت محمية يبقى يخف علينا كتير من المشاكل بتاعت الدوشة اللي انت شايفينها، والمراوح والقصص دي بحالها، تمام. فالعقد الحراري، العقد الحراري تشتري صنف عقد حراري، وقلنا العقد الحراري بيكون ظروفه ايه، تشتريه ويكون متجرب. يا عم يا فلاح يا بسيط يا مسكين يا مغلوب على امرك، اشتري صنف يكون صنف متجرب قدامك مرة واثنين وثلاثة. سيبك من الجماعة الخريجين الجداد اللي بتاخدهم الشركات وبتقول لهم انتوا دعم فني، وفي الحقيقة هم مفيش اكسبيرينس خالص ولا في اي خبرة، ده مش عيب، لسه هيتعلم. ولكن الراجل بياع كلام، بيجي يقول لك اصل الدنيا والدين
الطماطم دي ما فيش زي عندها، والحق فلان في زاوية ابو ما عرفتش مين، والحق فلان في نجع ابو مين. انا مشتايه عن الكلام الفاضي اللي بيحصل ده هو. فعشان ما تضيعش فلوسك وتخرب بيتك، شوف لك مهندس محترم او مشتل محترم عنده صنف عقد حراري كويس، او حد جارك زرعه مره واثنين وثلاثه، تبدا تخاطر وتزرع الطماطم بتاعتك. غير كده ما تسالش، عشان ما تعمليش في عنتر فجله وفي الاخر يتخرب بيتك، وتيجي اليوم عاده وكان شيئا لم يكن، وبراءه الاطفال في عيني. تيجي بقى تصدع دماغي انا على الواتس، اصل الطماطم ما بتعملش، اصل الطماطم بيها، اصل الطماطم عليها. هقول لك حط عليها شويه بهارات وكمون والحال هيبقى كويس. تمام. تشتري صنف عقد حراري. بعد كده يا جماعه، التسميد الازوت العالي قد يؤدي الى تساقط الازهار. ليه؟ سمود الازوت العالي هيعمل لنا مشكله. ايه المشكله اللي هيعملها لنا؟ ان هو هيجلي النبات جامد، فالنبات بيستهلك كميه كبيره برضه من الكربوهيدرات في اللي يضاهي النمو العالي اللي بيحصل، والتطور اللي بيحصل في النمو الخضري. طب وبعد كده هيتخلى عن النمو الصبري ومش هيظهر. والظاهره دي دايما بيقول لك انت بتدفعوا النبات قد تدفع التسميد الازوتي بالنبات للنمو الخضري دون النمو الزهري. والقصه دي مشهوره جدا في الطماطم، ومشهوره في حاجه كمان قوي بتدرس في جميع المراجع ومكتوبه. اي مرجع بتاع خضر هتلاقيه مكتوب فيه اللوبيا. يا جماعه اللوبيا مجرد ما بتشم التسميد اللي هو الازوتي وخصوصا اليوريا، على طول طبعا بيتخرب البيت، واليوريا بتكبر وبتعمل سباء وخلاص بتتدمر الدنيا خالص. تمام. فيقول لك دايما خد بالك من التسميد الازوتي، وانخفاض التسميد الازوتي برضو زياده عن اللازم قد يؤدي. ومع اني ما بعتقدش يعني ان ما فيش واحد عنده سماد ازوتي قليل، فخليك في المستويات المسموح بيها داخل النبات. التركيز يكون مسموح بيه، ما تحطليش سبله دواجن كتكوت وتنزل يوريا ونطرات من اول شهر. لا، انت بتخرب بيت الدنيا كده. اهدى بالراحه، طالما النبات اللون بتاعه كويس وماشي معاك كويس اهدى. مش بقول لك ما تحطش، لا حط، بس بدل ما تحط 10 كيلو خليك في 3 في كيلو، في 4 كيلو، في 5 كيلو. اهدى الدنيا معاك شويه. بدل ما تستخدم اليوريا، اليوريا طبعا انا ما بايدهاش في الصيف خالص، لا استخدم حاجه تكون هاديه جدا زي النطرات. طيب الجماعه او النطرات النشادر بس بكميات قليله 5 كيلو قوي، ممتازين قوي كل يوم للفدان زي الفل، عسل. تمام. ما تروحش انت على يوريا وتضرب لي الارض وتلاقي العرش هاج منك، وفي الاخر النبات مش هتلاقيه اصلا عامل حاجة. تمام. طيب بعد كده يا جماعة بنتكلم برضو عن الجناس. تسأل وتقول طب ما انت بتقول حط ماب وحط مغنم وكده، طب ما هو الماب نسبة كام يا جماعة؟ ده نسبة 12 نيتروجين لفوسفور كام؟ 16% فوسفور، 60% فوسفور او 61، يعني نسبة 1 نيتروجين لخمسة فوسفور. اقسم 60 على 12 هتديك 5، مش برضو ولا ايه؟ بس فاحنا ما بنقولش يعني كلام غريب يا سيدي. مش حط حمض فوسفوريك 85%، حط مغنوم برضو ما فيش اي مشكلة خالص 18، وفي 44 فوسفور عادي ما فيش اي مشكلة خالص. بس ما تروحش تحط يوريا او نطرات 33 او يوريا 46، يبقى انت كده بتدمر الدنيا. فالتسميد الازوتي ناخد بالنا منه خالص خالص خالص. تمام. وخصوصا اذا كنا حاطين سبل الدواجن او حمام، بتكون نسبة الازوت اصلا عالية فيهم. تمام. اصلا. تمام. بعد كده يا جماعة بنتكلم عن الرطوبة العالية. الرطوبة العالية المفروض الرطوبة المثلى من 40 ل 70%، الدنيا بتبقى عندي تمام والعقد زي الفل. طب امال ايه المشكل؟ المشكل في اللي ارتفاعها فوق 70، ودي بتحصل في الايام الشبورة، بتحصل عند الجماعة اللي بيزرعوا انفاق، الجماعة بتوع اسماعيلية اللي بيزرعوا الاوريت والاوريت المحسن والجي اس والباشا 1077، حافظكم واخد بالي منكم. امنعوا البتاع اللي بترشوه ده هوت، بس اهدى شويه كده عليا، اللي بيجي من الشرق ده هو امنعه، اهدى عليه شويه وهتلاقي الامور ماشيه معاك. تمام. فهمتني؟ اكيد فهمتني، كل لبيب بالاشاره يفهمه، صح؟ فمشكلتك انك بيزيد عندك الرطوبه في النفق، زادت عندك الرطوبه في النفق، ايه اللي هيحصل يا زول؟ اللي هيحصل اصلا الحبوب بتاعت اللقاح هتبقى فيها لزوجه،
هتبقى ماسكه، اي حاجه لما بتتعرض للرطوبه بتبقى ماسكه شويه، يعني في شويه تراب لو حطيت عليهم ميه اللي هي رطوبه يعني ايه اللي هيحصل؟ هيبقوا طينه. كذلك حبوب اللقاح بدل ما تنتشر وتتم عمليه التلقيح والاغصاب مظبوط، هيحصل عندك ان هيزيد ال هتزيد الرطوبه وبالتالي هتلاقيها ماسكه، مش هيحركها الا شويه هواء. تمام. ان احنا نهز السلك اللي فوق ده، طب سيادتك ما عندكش يا اخي شويه نحل طنان هيدوا نتيجه معاك؟ قد يؤدوا لنتيجه معاك، قد يؤدي رش بعض منشطات النمو الى عمليه العقد وان هي تمشي كويسه، بس قد يؤدي الكثير منها الى قد يؤدي الكثير منها الى تشوه بعض الثمار، ودي انا بشوفها وشفتها وحصلت معايا. حصلت كل الحاجات دي حصلت معايا يا عم المهندس الصغير، كلنا تعرضنا للمشاكل دي، ما تقلقش كلنا والله العظيم تعرضنا للمشاكل دي، واتشتمنا وتهزقنا من اساتذتنا الكبار، ما تزعلش يعني دي حاجات ايه هتخليك راجل صدقني بعد كده. تمام. وطبعا بشكر المهندس محمد الديب استاذنا واستاذ الكل يعني في الخضر، طبعا هو اللي فضل بعد ربنا في ان هو علمنا كتير بصراحة، والمهندس ناصر المنسي من افضل الناس اللي شفتهم بصراحة، يعني ما بخلوا علينا في حاجة. الكلام ده كان في سنة 98 و2000 في شركة بساتين الدبلوماسيين اللي كنا بنزرع فيها 600 فدان طماطم وبنرجعهم كنتالوب فكانت ايام حلوة يعني، فبشكرهم على كل اللي علموه لنا يعني، وبنتمنى لهم الصحة والسعادة يا رب. الناس محترمة فعلا وتستحق الشكر والتقدير يعني. الله أساتذتنا برضو الأفاضل في الجامعة، إن كان في جامعة القاهرة ولا في جامعة المنيا ولا في جامعة بنها، كلهم ناس أفاضل يعني، وربنا مجازينهم عنا خير الجزاء. فبنقول برضو الرطوبة العالية، طب الرطوبة العالية ايه؟ هو يا معلم، هو يا زول من ناحية، بس التهوية تكون منين؟ تكون من طبعا انت حافظ الكلام ده، هو النفق بتاعك الناحية القبلية اللي هي بتجيلنا من ناحية الجبلي، جبلي وحط تحت جبلي مليون خط اللي هو بتجيلنا من ناحية الصعيد. تمام. من ناحية دي ابدأ افتح النفق بتاعك، او الناس اللي برا مش حافظين جو مصر انا بقول لك اللي في اي دولة عربية اللي هو تهوي النفق بتاعك عكس اتجاه الريح، عكس اتجاه الريح مش من ناحية اللي جاية منها الريح، عشان ما يحصل لكش بيحصل لكش بيقولوا عليها ايه صدمة للنبات سواء بالبرودة او بالهواء الشديد. تمام. لما تشيل النفق بتاعك ما تشيلهوش مرة واحدة، لا انت بتتدرج فيه وانت حافظ الكلمة دي الكلام ده اكتر مني، وبتشوف الارصاد بتاعتك بتتنبأ بشهر او باسبوع، بتيجي تنبأت الارصاد بالاسبوع ده هو الدنيا تكون كويسة، ياريت حضرتك تشيل النفق بحيث ان النبات يتأقلم قبل ما يجيله الحرارة، طالما الجو صح وشمسه كويس مجرد 3-4 ايام النبات هيطلع من تحت البلاستيك يطلع للجو الخارجي وهو كويس. كمان تمام. قد تؤدي الرياح الخمسين او بيسموها الشوب عندنا عندهم في الصعيد، احنا بنسميها الشرد في بحري، مش عارف في الدول العربية بسموها ايه. المهم يا جماعة الهواء السخن اللي بيجي من ناحية قبلي او من ناحية الجنوب، يا دول العربية الهواء اللي بيجي من ناحية الجنوب ده اللي هو بيبقى سخن، بيبقى هواء سخن كده بيبقاش طبيعي. تمام. وقد يؤدي هذا الهواء الى ظاهرة تساقط الازهار عندي. طيب مش كده وبس، يزداد الامر سوء اذا كان محمل بالرياح بالرمال والاتربه، يزداد الامر سوء. طب نعمل ايه؟ يا ريت بقدر الامكان نحاول نعمل مصد رياح، او كل 10 خطوط كده نزرع خط ذره شاميه. طبعا الامور دي بتبقى صعبه في الشتاء، ممكن تزرع اي حاجه يشيكش قمح او تعمل مصد رياح بالبوص او باي حاجة، المهم تحاول تطلع، هو كله فدان ولا فدانين يعني مش هيعيقك ابدا انك انت، واكيد طبعا هم بيعملوا مصدات رياح علشان الهواء او رياح الخمسين دهيا اللي هي بتجيلي محملة برمال واتربة او بتيجي اساسا درجة حرارتها عالية، فبتنشف لي اساسا الظهر ده وبتنشفه خالص اصلا، وتبص تلاقي فيه حرق. تمام. فدي مشكلة جامدة وطبعا انت مالكش ذنب فيها طبعا. تمام. قد تؤدي بعض الامراض سواء كانت الفطرية والحشرية الى بعض المشاكل في عملية
التساقط الأزهار بتاعة الطماطم بخلاف العوامل البيئية دهيا قد تؤدي بعض الأمراض زي البياض الدقيق يا جماعة في الطماطم. طبعا لما بيجي ببهدل الدنيا خالص وبسقط لي أزهار. العناكب والثقيب المصة لو كترت أو كانت بكميات كبيرة قد تؤدي برضو إلى التساقط الأزهار. الحل ده إيه؟ إن أنا دايما يكون عيني على النبات، والوقاية قلنا خير من العلاج. زهقت من الكلمة دي، الوقاية خير من العلاج. يعني لو حضرتك بترش ثقيبة ماصة بتحاول ترش لها كل 15 يوم على الأقل حاجة وقائية فطرية، هتلاقي الدنيا ماشية معاك كويس. ظهرت أي مشكلة والمرض ابتدى يظهر، لابد تدخل بحاجة يعني علاجية، ما عادش ينفع بقى الوقائي، وتبدأ تاخد الاحتياطات الاحترازية. لو كان عندك بياض حاول تخفف الري بتاعك. تمام. الري يا جماعة برضو قد يؤدي عملية زيادة الرطوبة الأرضية أو الري السطحي. يعني لو أنت بتروي اللي بقول لي 5 مرات في اليوم، طب يا سيادة يا كرام 5 مرات في اليوم أولا صعبة على أي عامل يعملها. يعني حتى أنت لو قلت له يا ابني روي 5 مرات في اليوم هقول لك حاضر يا باشمهندس، بس صدقني مش هيرويهم يعني. ولكن إحنا لو قلنا 3 مرات في النهار الطويل، تمام، يعني أنا عندي النهاردة النهار 15 ساعة ولا حاجة ولا 14 ساعة، لو قلنا الساعة 5 الصبح والساعة 3 الظهر والساعة 6 المغرب أو 7 المغرب بنروي 3 ريات دول، الأمور عندك تمام. والري يكون عندك عميق يا جماعة، ما ينفعش الري السطحي. الري السطحي هيعمل لي مشاكل برضو فين؟ في إن التساقط الأزهار. إزاي؟ الطماطم في الظهرية 4-5 ساعات كده أو ساعة الذروة لو اتعرضت يا جماعة للحرارة العالية بتبص تلاقي النمو الخضري ده بيفقد المية بتاعته بسرعة، وبالتالي الجدر بيبدأ يبحث، فالمية بتبقى في الطبقة السطحية. عفوا، الطبقة السطحية عندك فيها مشكلة إن هي إيه؟ برضو بتنشف نتيجة الحرارة العالية أو الهواء السخن اللي بيمر أثناء الظهيرة ده هو، فبالتالي النبات بيحصل له ذبول مؤقت. ليه؟ هو في الطبقة السطحية شوية المية اللي أنت بتحطهم كل 5 دقايق دول خلصوا، تمام؟ طيب نزل تحت ما لقاش، صعب، أصبح في إجهاد على النبات من فوق وأصبح في إجهاد برضو على الجذور، تمام؟ قد تؤدي الرطوبة القليلة برضو إلى التساقط الأزهار. يبقى الري السطحي لأ، الرطوبة القليلة بلاشها، الرطوبة الزايدة أو الري المبالغ فيه برضه لأ. خد بالك سبب المشاكل عندنا كلها مننا احنا، يعني احنا لو زبطنا الأمور كويس والله ما ندخل في الدوامة دي. يعني احنا لو قرينا بين السطور كويس، مش السطور اللي بين السطور، تمام، لو قرناه كويس وحفظناه كويس ونفذناه كويس مش هيحصل عندنا مشكلة. ولكن احنا مشكلتنا في حاجة، ان احنا ما بنهتمش بالحاجات اللي هي بين السطور دهيا، تمام. فناخد بالنا من الحاجات دهيا. بتمنى ان احنا نكون وفقنا في ان احنا نوصل المعلومة اللي هي الاسباب تساقط أزهار الطماطم والعلاجات اللي ممكن تحد منها أو نقدر نسيطر إلى حد ما معاها. بشكركم، إلى اللقاء في فيديو آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.